السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبيبي من جديد. النهاردة يا جماعة احنا معانا النهاردة ماسك جميل جدا للبشرة، بيخلي بشرتك بفضل الله زي بشرة الأطفال، فيها صفاء وحيوية وخدود بإذن الله وردية. معانا النهاردة يا جماعة الماسك بيتكون من 3 مكونات، وهما العسل النحل، عسل نحل وزبادي وخميرة، تمام؟ الماسك دوت بإذن الله يا جماعة سحري جدا للبشرة، بيدي البشرة صحة وحيوية وامتلاء أو تسمين للوجه، بيشد بشرتك من غير بوتوكس طبعا، وملوش أي أضرار، صالح لكل أنواع البشرة بإذن الله. الماسك دوت احنا هنا هنقوله واحدة واحدة كده. الطريقة احنا هنا بنجيب الخميرة وبنضيف عليها معلقة كبيرة من معلقة صغيرة من الخميرة، بنضيف عليها معلقة كبيرة من الزبادي بالشكل دوت. وطبعا لازم ادوب الزبادي في الخميرة، ما ينفعش احط العسل على الخميرة عشان يبدأ يدوب، واتأكد تماما ان هو بيبدأ يدوب خالص خالص، وبعد كده احط الايه العسل بالشكل ده. بعد حبايبي ما اتاكدنا ان الخليط باذن الله مفيهوش اي تكتلات، هنبدا اللي احنا نضيف معانا معلقه صغيره من العسل، تمام بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ضفنا طبعا العسل على المكون اللي معانا اللي هو الخميره، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره من الخميره، ومع معلقه كبيره زبادي، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من عسل النحل. ضفنا الخليط كده مع بعضينا زي ما انتوا شايفين. طبعا الخليط دوت يا جماعه اللي احنا عملناه الماسك دوت قادر ان هو يقتل البكتيريا المسببه طبعا للحبوب، والتخلص من الرؤوس السوداء، وكمان لان الخميره طبعا بتتغلغل في المسام او في اعماق البشره وتزيل الشوائب، والحمايه من الشيخوخه المبكره، وبرضك فيها مضادات للاكسده قادره على الحمايه من التجاعيد، وطبعا تسمين الوجه والتخلص من البقع الداكنه او حروق الشمس، وطبعا والتهابات البشره لان الخميره طبعا بها مضادات للالتهابات، وكمان بتقشر البشره. وطبعا الماسك فيه فيتامينات ومعادن تجعل البشره طبعا طريه او رطبه ولينه، وبتديها طبعا اللون الوردي. طريقه الاستخدام معانا اللي احنا بنحطه على وشنا لمده 15 دقيقه ونسيبه لما ينشف، وبعد كده نبدا اللي احنا نغسل وشنا ونحط الكريم المرطب اليومي بتاعنا، نقدر نطبقه مرتين في الاسبوع، وان شاء الله نقدر نحصل على نتيجة كويسة باذن الله. انا دايما بحب اختار لكم الحاجة الطبيعية اللي هي تكون متوفرة في كل بيت وتكون سهلة اللي انتوا تقدروا تعملوها، وفي نفس الوقت تديكم نتيجة هايلة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على الكل، يصلكم كل جديد عنا ان شاء الله. السلام عليكم.